رجاء، اعمل لك رجاء. سارة، اصحك تذكر اسمي على لسانك. أمي، وقفي، اهدي شوي. بابا ما رح يعمل لنا شيء. أمي، صدقيني ما في شيء بخوف. أنا يلي جبته لأبي. كيف؟ أنت جبته؟ لك علي شو أنت جنيت؟ أمي لو سمحتي اهدي شوي وأنا رح فهمك كل شيء. معناها تلبيس الخاتم من جديد ما رح يكفي كمان. لازم اضطر اترك المدرسة والطلاب مشانها. سليم، أسيل، بصراحة ترك المدرسة والطلاب شغلة صعبة بهالوقت. بعرف والله سليم، بس لازم تاخد قرارك. يعني إذا بدك تكون جنبي رح تقدر تتخلى عن هالشغل؟ يعني حتى سؤال عن هالقصة غلط. أصلاً نحن وصلنا لهون من ورا هالنقطة بالذات. بعدين أنا ما بحق لي أطلب منك هالشي بنو. مالك مضطر تتخلى عن شي من شأني أبداً سليم. اوعك تعمل هيك لأنك عم تشفق علي. لا أسيل، ما أخذت هالقرار لأنه عم بشفق عليكي، بس يعني لسه لحد الآن ما رسمت الطريق الصح لحتى أقدر حل هالموضوع. يعني أنا بحاجة لشوية وقت. لو سمحتي، أدري الوضع. خلص بدي روح على اوضتي. فورا بتنقلع من بيتي. ما كفاك اللي عملته جاي تكمل علينا؟ بابا استنى، ما رح تروح لمكان. امي مالك شايفه حالته؟ الرجال منصاب، ما بيقدر يروح لمكان. ابني انت عرفان شو اللي عم تقوله؟ هالرجال ايده مغمسه بالدم وحاول يقتلنا نحن الاثنين. طلعي عليه، بالزور عم يقدر يوقف. لا تقرب علينا، وقف هون، اصحك تقرب. بابا، امي بترجاكي. علي انت عرفان شو اللي عملته؟ كيف بتوثق فيه؟ كيف بتفوتوا على بيتنا؟ خلص لا تعيطي عليه ساره، هو ما دخلوه. رح خبر الشرطة. ابني علي روح جيب لي مي. مو شايفة حالتي يا سارة؟ أنا مجروح، يعني أنا ما بقدر أعمل شيء. صدقيني إذا خبرتي الشرطة رح تأذي علي معي كمان، صدقيني. وأكيد أنت مانك حابة إنه يصير هيك شيء لابنك علي، مو هيك سارة؟ مديرية أمن اسطنبول. ألو. آسفة، اتصلت بالغلط. المدرسة ومتابعة علاج أسيل ما رح يمشوا مع بعض يا أحمد. معالجة أسيل رح تطول وما بنعرف إمتى بنوصل لنتيجة. انت رجال بتعرف تخطط، فيك تعمل نظام وتمشي كل الامور مع بعضها. بهالفترة ما عم بقدر اني لحق شي بالمرة، لانه عقلك مخربط. وقت يكون عقلك مخربط اكيد ما في شي رح يزبط. من الاول حاول تهدى، وانت مانك ضعيف وقد المسؤولية. ايه هيك ها؟ الاستسلام مو لابق عليك. القصة صعبة بس مو مستحيل. صح. انت كيف بتجيبه لهون بدون ما تفكر؟ طيب بركي عمل لك شيء. امي ما عمل لي شيء ابدا، ما انا عم حاول فهمك الموضوع. بابا ما عاد مثل قبل وتغير. لك كيف قدران تصدق كلامه؟ كيف يعني بثلاث ايام تغير؟ ايه امي، وانا متاكد انه تغير. وقف، اوعك تلمسه، ما بيصير يضل هون. فهمت شو عم بحكي؟ ابي لازم يضل هون معنا. ماما انت مالك شايفه حالته؟ انا ما فيني زته بالشارع. ما بيصير ابني، والله هالشي غلط. شو ما كان يلي عامله فهذا الزلمه ابي، وما رح زته بالشارع بهي الحاله. انا ما بقدر اعمل هيك ولا انت رح تقدري. بس هالرجال قاتل علي، قاتل رجال، وانت شفته وكان رح يقتلنا إلنا فورا. نسيت؟ لا، ما قتل حدا. رفيق أبي هو يلي قتل الصياد. بابا يمكن مذنب بس أكيد مو قاتل. بس يا علي شفته بعيوني، شلون بتصدقه؟ خير شباب، لازم تكونوا بالبيت مو هيك؟ ليش عم تتفتلوا برا بهالوقت؟ راوية شو في بهالكيس؟ شو هذا يا شباب؟ أستاذ، بابا له فترة ما عم يشتغل بنوب وما قدر يبعث لنا مصاري، وصاحب البيت تبعنا عم يطالب بالإجرة. أستاذ، وأنا ليش ما عندي علم بهالموضوع بقى؟ ما في داعي أستاذ، نحن عم نشتغل. لا راوية، ما رح تشتغلوا. بس يا أستاذ، قلت ما رح تشتغلوا، أنتوا دراستكم أهم. رح حل هالموضوع بشي طريقة. لازم تدرسوا وتفوتوا على الجامعة وتنجحوا. إذا حابين تتعرفوا على هالناحية من الحياة فيكن تعملوها بأيام العطلة بس. طيب ماشي أستاذ، بس كيف رح نظبطها من هلأ للعطلة؟ في مسابقة رح تصير هلأ بين المدارس، ما رح تشاركوا؟ بلا أستاذ. طيب رح ندرس مع بعض ونحاول إنه تكون هي المنحة لنا. بس أستاذ، عم يقولوا إنه صعبة. يا شباب، يلي بده يواجه مصاعب الحياة لازم يضل ثابت. مرق علينا أصعب من هالشغلة، بقى معقول ما نربح المسابقة؟ أنا واثق فيكم وبأنور كتير. أستاذ أنور أمه مريضة وصار له يومين ما إجا على المدرسة، قاعد جنبها طول الوقت. طيب ليش أنا ما عندي علم بهالموضوع؟ معكن حق، أنا غرقان بهمي بقى، شلون بدي أدرى؟ حقكن علي. يلا أنتوا روحوا على البيت. يا ربي شو بدي أعمل هلأ؟ هذا قدر يقنع علي، وإذا خبرت الشرطة ممكن علي يتأذى. أوف. أمي، بابا لازم يبقى عنا بالبيت. تمام، من هلأ لحتى يتعافى جرحه، بس رح يضل بهالغرفة والباب مقفول عليه. طيب أمي، بوعدك خلي الباب مقفول. بابا، ماما سمحت لك انه تبقى هون؟ بتشكرك كثير يا ابني. ما في داعي للشكر، انت بتضلك ابي. معناها ما عم تصدقني. ما بابا هلا عن جد الكلب خاف مني وهرب؟ ايه طبعا خاف وهرب منك ابني. انت يوميتها لما هجمت على الكلب هو ما عاد عرف شو بده يعمل. علي على النوم. ايه امي بعد شوي بروح بنام. لا هلا، يلا قوم عندك مدرسة. يلا علي، امك معها حق، تأخر الوقت، روح نام. تصبح على خير بابا. وانت من أهله يا بطل. يسلموا كتير سارة. يمكن انت تكون ضحكت على علي، بس أنا بعرف منيح انك شخص ما عندك لا رحمة ولا ضمير بنوب. يمكن يكون علي مصدقك هلأ، بس أكيد بالنهاية الولد رح يعرفك على حقيقتك الوسخة، لهيك لا تشكرني على شي. مجرد ما تتعافى رح تحمل حالك وتطلع من هالبيت. الحقيقة لما رحت اليوم كنت ناوي لبسها الخاتم، بس أسيل لما طلبت اترك المدرسة. هي طلبت منك تترك المدرسة؟ بالحقيقة أسيل معها حق، إذا بدي وقف جنبها صعب إني كمل شغلي بالمدرسة. شو اللي عم تقوله؟ وأنت موافق إنك تترك المدرسة؟ لا تتدخل بين الأولاد عثمان أفندي. بعدين ما رح يترك المدرسة طول العمر، هي فترة صغيرة على بين ما تتعافى أسيل. يمكن يعطوه إجازة بلا راتب، بركي هيك بيمشي الحال. مو هيك ابني؟ إذا اضطر الأمر رح أعمل هيك بابا، ومثل ما قالت أمي رح أترك فترة قصيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسكب لك رز عثمان أفندي؟ لا شكراً خانم، لا أنا شبعت. بابا إذا بدك بعمل لك أومليت بالجبنة، شو رأيك؟ شو هذا الأومليت ابني؟ قل لي انك رح تعمل لي بيض مقلي وخلصنا. صاير اسطنبولي يا ولد. والله ما عم صدق، أنا عم أفطر مع أبي ببيتنا. والله أنا لهلا ما عم صدق يا علي، عم حس يلي عم يصير معي مثل المنام. كنت مفكر إني ما رح شوفك مرة تانية أبداً، بس هي أنا قاعد وعم بفطر أنا وياك. بركي بيجي شي يوم وماما بتسامحك. علي؟ أمي نحن عم نفطر. صباح الخير. تعال عندي. أنت شو عم تعمل؟ نحن هيك اتفقنا؟ أمي شو فيها؟ مو شايفة حالته؟ ولو بده يعمل شي كان عمله من زمان. أنت بحياتك شفت إنسان بيتغير بين يوم وليلة؟ عم يضحك عليك ابني. يلا بابا. لك استعجلوا. فوت. صباح الخير يا بنتي. أهلين، صباح النور. أنا وسليم رايحين لعند أسيل، إذا بتحبي تعالي روحي معنا. اليوم أول يوم بالمعالجة، وإذا وقفنا جنبها بيكون أحسن. ماشي خالة، شكراً، بس لجيب شنطتي. أنت منيحة سارة؟ كأنه وشك مصفر. ما فيني شي خالة، شكراً، يمكن لأني ما نمت منيح. رح جيب الشنطتي وإجي. ارجع قل لي لا تعصب يا شيخ احمد. ايه ما صدقنا لقيناها قام هربت. شيخي هذا بتسميه قدر؟ ها؟ هروبة من بين ايدينا اسمه قدر؟ ايه قدر. القدر بيعني كل شيء بيصير بهي الحياة واللي كاتبه علينا الله سبحانه، يعني بهالكون ما في شيء خارج القدر يا رجائي. الله بيسخر كل شيء وبيعطينا إرادة جزئية، يعني نحن البشر فينا نرغب بالشغلة بس الله بيسخرها، كأنه نحن يلي ماسكين الدركسيون بس الحركة عم تيجي من الموتور. الشخص يلي بيعمل حادث ما بيتهم الموتور، هو عم يعطيه الحركة والتحكم من عند السائق. أها يعني والله يا شيخي ما فهمت شي بنو. يعني منقول انه القدر مكتوب على الجبين وبدنا نشوفه، بس انت عم تحكي عن الاراده وعم بتقول انه الواحد هو بيسوق. نحن اكيد ما بنعرف المستقبل يا رجائي، بس الله هو يلي خلق الزمن وبيعرف شو في بقدرنا، والماضي والمستقبل عنده واحد لانه بيعرف ارادتنا لشو بتميل وشو رح نعمل. على كل حال مساله القدر ما رح تنفهم معك بهالبساطه. الإنسان بيعيشها بضميره وبيسمع وبيحس فيها. خلينا نفكر شو رح نعمل. شيخي عم أقول لحالي تعال لنشوف شو مكتوب بقدرنا. تعال. يلا أسيل رح ساعدك حتى تجهزي حالك، الأستاذ سليم صار هون. مو رايحة لمكان سارة، لا تعصبوا حالكم. أسيل عم تعذبي حالك على الفاضي، يلا بترجاكي، كلياتنا عم نستناكي لتتعافي وتوقفي. وهذا اليوم ما رح يجي، كلكن عم تستنوه على الفاضي. لو سمحتي سارة، أنا مالي حابة إني أسمع هالكلام. قال ما بدها تروح، أصرت عليها وما كانت تقتنع. يعني كان لازم هي تكون معنا كمان؟ شو جابك؟ قلت لك إني أنا مو حابة أتعالج. ما جيت لأسألك، جيت حتى أقول لك حضري حالك، ومن بعد اليوم رح تسمعي كلامي. والمدرسة شو؟ وطلابك اللي حتتركن يعني؟ كيف رح تقدر تكون جنبي دائما؟ نحن ما بنعرف قديش رح تضل المعالجة. ما في داعي تقلقي من هالموضوع، أنا رح ظبط أموري حتى أوفق بينك وبين الطلاب، عم بستناكي تحت. جهزي حالك وتعي، ماشي؟ سارة، فيكي تساعديني حتى ألبس؟ وبعدها بدي إياكي تفتحي البوتيك، لا تخليه مسكر. هلأ سليم معي، وإذا صار شي رح يهتم فيني. بالبداية في عنا تمرين، رح نخليكي تمشي خطوة واحدة بس. أكيد عم تمزح مو هيك؟ أصلاً أنا ما عم بقدر وقف، كيف بدك يعني امشي خطوة؟ لو سمحتي، ليكني أنا جنبك، على الأقل جربي كرمالي. يلا يلا. وهلأ رح نترك إيديكي، وبعدها رح تحاولي تمشي خطوة. جاهزة؟ خلص خلص، صدقوني ما عم بقدر، خلص. لازم نعيدها بكرة، ماشي؟ أنا ما رح أجي بكرة، ما رح أقدر وقف ابنه بفهمه. اليوم بكفي هيك، ويا ريت تاخدوا أسيل خانم على المركز هلأ لترتاح. ليك سليم بيك، أسيل خانم بحاجة لهدوء نفسي كبير بهاي الفترة، لأنه إذا بدها ترجع تمشي فهي لازم تحاول، لهيك ضروري كتير وجود الناس اللي بتحبهم حواليها، وأنت أكتر واحد مكلف بهالموضوع. فهمت علي ما هيك؟ فهمت. نيسان؟ انتي بالبيت؟ وينك لهلا احمد؟ خير نيسان، ليش معصبة؟ ايه طبعا رح اكون معصبة لأنه تعبت لأنه ما بترد على التليفون وبتختفي وما بعرف انت وين بتروح. نيسان كل مرة بسألك بتدير وشك، وبكل مرة أنا بمرق الموضوع أحمد، بس أنا شايفة كل شيء. نيسان عم دور على أليف إلي كم يوم. أحمد شو اللي عم تقوله؟ من فترة شفت صورتها صدفة بالجريدة، بس ما حبيت خبرك قبل ما أتأكد. بس تأكدت نيسان، أليف مو ميتة. ألف حمد وشكر يا رب. أحمد أنا آسفة، حقك علي حبيبي، ما كان لازم أتصرف هيك. ما في مشكلة، أصلاً أنا يلي زعلتك، أنتي سامحيني. مو مشكلة، يلا قوم لك خلينا نلاقيها ونرجعها على البيت. مع الأسف ضاعت مننا نيسان، وإذا لقيتها ليش لا تيجي معي؟ وما بعرف إذا أليف رح تسامحنا. خلينا نعمل اللي بنقدر عليه، ما بنقدر نغير الماضي بس المستقبل بإيدنا، ورح نقنعها بأي طريقة، المهم نرجع نلاقيها. ما عم تقعد بمكان وهي كأنه صاير معها مشكلة. أنا خايف يا نيسان، خايف كتير هالمرة أفقدها وما عود لاقيها بنوم. ما تخاف، أنا عطيتها حب مهدئ ورح يريحها شوي، يا ريت تخليها ترتاح. شكراً لك. عفواً. أسيل لا تواخذيني، بدي روح على المدرسة ضروري. ما في شي غريب. ليكي أنا وعدتك إني ظبط أموري وأبقى جنبك، ورح أوفي بوعدي. طيب. يلا ارتاحي أنت. ابني اسمعني شوي بس. ماما بكفي، ما عاد بدي اتخانق معك. يا علي هالرجال رح يأذينا ولازم نخبر الشرطة. أمي إذا بتعملي هيك شي ما عاد سامحك أبدا. طيب شو قال لك؟ هو كيف أقنعك ما بعرف، بس صدقني شو ما قال كذب. بعد كل اللي سواه كيف فيك توثق فيه؟ هالرجال قاتل. أمي هالرجال بيكون أبي. بعدين إذا أذاكي بأي شي اتركي لي هالقصة علي، بس ما فيني وهو بهذا الوضع سلمه للشرطة بإيدي. يا عمري أمي خلاص لازم فوت على الدرس، تأخرت. علي علي سارة خانم شو صاير؟ ما في شي أستاذ، تخانقنا شوي. طيب فيني ساعدك بشي؟ لا لا، بحكي معه المسا ومنحلها. عن إذنك أنا صار لازم روح. طيب. ألو نعم. سليم بيك؟ أسيل خانم. شو صاير لأسيل؟ وقع من على التخت وانضربت إيدها. طيب. ألو ألو يا أنسة، يا أنسة. كانت بدها تروح على الحمام. قال كبست الزرية اللي فوق راسها بس ما رن، والصبايا عم يقولوا إنه ما سمعوا شيء أبداً. وبعدين قالوا هي عم تحاول تاخذ التليفون يلي جنبها، وقعت من على التخت. شو هالحالة هي؟ بس ما عم أفهم شو هالسرعة يلي صحيت فيها، كان لازم تضل نايمة ساعتين ثلاثة. أسيل شو صاير؟ أنت منيحة؟ إيدي. أسيل خلص لا تبكي، بكفي إيدك هيك رح توجعك أكتر. عفواً دكتور، أنتو هيك بتديروا بالكم على مريضكم؟ فكرناك جنبها سليم بيك، وإلا كنا عملنا اللازم، لأنه ما في مريض بهالوضع بينترك لحاله شو ما كانت الأسباب. معك حق، لا تواخذني، مزبوط الحق علي، بس أنا ما توقعت إنه تصحى بهالسرعة. المهم نحن عملنا اللازم لإيدها، هو رد بسيط يعني ما في شي بخوف، وهي بس تحس حالها منيحة فيكم تروحوا. إيدك عم توجعك مو؟ خلينا نروح بسرعة من هون. شو ما حكيت ما عم بيرد هاجر. قال شو جايب لي أبوه على البيت؟ هو شافه وما عاد شاف حدا غيره. سارة كلامك مزبوط، بس بالنهاية هو بيكون أبوه لعلي، وطبيعي إنه الولد يفكر بهي الطريقة. إيه بس بكرة الشرطة إذا إجوا ومسكوه ما رح يسألونا هالرجال شو عم يعمل ببيتكم؟ لك عم يدوروا عليه بكل مكان، بركي إجوا وأخذوا علي لأنه عم يساعده. وشو عرفك ما يكون عن جد تغير، وبلكي ندمان على اللي عمله. لا مستحيل، بهالسرعة رح يتغير يعني؟ عمل فيني العمايل، وهلأ مثل على علي وخلاه يصدقه. يا الله والله أنا رح جن، الشي اللي عم شوفه بمنامي صار قدامي. علي جاب هالرجال لعنا بإيده، وهلأ واقف معه ضدي. إيه طيب شو بدك تعملي هلأ؟ ما بعرف هاجر، إيدي مربطة ومو عرفانة شي. يمكن رح استنى ليتعافى وينقلع من بيتي، بس بركي حدا شافه عنا، شو بدي أقول وقتها للناس؟ وإذا شاف سليم رح يحاول يقتله فوراً. لسه عم تقولي سليم يا سارة؟ طيب استني، بلكي جابر تغير، شو بيعرفك انتي؟ يعني ليش لا؟ يا أهلا وسهلا، يا أهلين. يه خير، شبه إيدك بنتي؟ شبه إيدك أسيل؟ يلا احكي بقى. أنا رحت على المدرسة لبين ما ترتاح، ولما صحيت ما لقيت حدا، قام وهي عم تحاول تتصل وقعت وانفكشت ايدها. قلت لي انك رحت على المدرسة، ليش ما خبرتنا انه رايح؟ نحن فكرناك بالاول قد المسؤولية، ووثقنا فيك كمان، وتركناك مع البنت لحالكن. معك حق. معي حق ما؟ نحن عم نبعت بنتنا معك مشان تتعالج، بتقوم حضرتك بترجع لنا اياها مكسورة؟ عن جد ما عم صدقيها، مو عرفانة شو أقول. أمي خلص بكفي، خدوني على أوضتي. أنا رح وصلك. لا لا، تركني أنا أهتم ببنتي، وارجع على مدرستك. أنا تأخرت. ما عاد قدر لها هي أكتر، بالأول بتقولوا لي جيبيه على العنوان وبعدين بتتراجعوا. على هالحالة عن قريب رح تبلش تشك. ولك أي حاج لعي بقى، بعد شوي رح نيجي ناخدها. هالمرة إذا بتهرب من إيدك المعلم مستحيل يسامحك. اليوم لازم تنتهي هالشغلة، تعرفوا العنوان، تعوا خدوها من خلقتي بقى. أصلاً بدي روح الليلة. إن شاء الله تضل عايشة بين إيدين المعلم وهي بهالحالة. خوفتيني يا بنت. خير إن شاء الله. مين اللي على التليفون؟ اتصلت بوحدة قرايبتي، بدنا نروح نقعد عند بنت عمتي، قلت بتصل وبخبرها. شكراً إلك خالة لما، بوعدك ما تقل عليكي هنيك، رح أشتغل أي شغلة. استني بس لنوصل ومنشوف. خالة، شو رأيك نطلع نشم هوا شوي، بما إنه لسه في وقت للروحة؟ مليت من القعدة بالبيت والهوا النظيف منيح لحالتي. شو أنتي جنيتي يا بنت؟ منطلع لبرا مشان يجوا يمسكونا مو هيك؟ اصبري شوي بس، بقيان كم ساعة وبنمشي خلصنا. مستغرب كتير منك أستاذ سليم، إذا بقعد 100 سنة ما بيخطر على بالي تفوت على غرفتي بهالطلب. الإنسان أوقات بيضطر ياخد قرارات ما بده إياها حضرة المدير. هذا قرارك، أنا ما علي غير قول الله يجعله خير لمدرستنا مو هيك؟ وأخيراً حنرتاح منك. أحمد، لا تفكر كل هالقد. إذا الله كاتب لنا إنه نجتمع فيها فأكيد بالآخر إلا ما نلاقيها. معك حق نيسان، بس الإنسان ما بيقدر ما يزعل. صدقيني إنه متضايق عليها وحاسس بالندم. هذا رجائي. ألو رجائي، كيف؟ متأكد؟ طيب رجائي أنا جاي فورا. خير أحمد، شو صاير؟ خير نيسان، خير. رجائي ملاقي مكان المرة يلي أخدتها وأكيد هي هنيك. ادعي لي إني لاقي إليف وجيبها معي إن شاء الله. أحمد إن شاء الله. ما بدي أتدخل بشغلك، بس شو سبب هالقرار المفاجئ أستاذ؟ حاولت إني ظبط أموري بمكانين. فيك تقول هالشي صار يهز ثقة الناس فيني، وهذا القرار هو أنسب حل أستاذ. وأنا متأكد إنه أنت ما رح تحسس حدا بغيابي. طيب الطلاب عندهم علم إنه حضرتك أخذت إجازة بلا راتب؟ شو هالسؤال؟ أستاذ سليم، مو قصدي أتجاوز حدودي، بس أنا رح أحكي معك بشكل أخوي. أنت ما بصير تترك المدرسة هلأ، لأنه شخص مثلك لما بده ياخد هيك قرار فالأنسب إنه يستشير زملائه بالعمل، مو هيك أستاذ؟ مزبوط، معك حق، بس هي الشغلة ما فيها بس نهائياً. المخلص مثلك لما بيترك المهنة قد ما بعد عنا رح تضل بقلبه، وتأكد رح يجي يوم ويحس بالندم على اللي عمله. أستاذ، أنت عم تعذبني من جوا، لا تعمل هيك. أنا هلأ عم أقول الشي اللي تعلمته منك، مو أكتر من هيك. طيب ما قلت لي الأولاد عندهم علم بالإجازة؟ لا ما خبرتهم، هيك أحسن للكل. يلا خليني روح. ماشي. شو يا شباب؟ انتو بترجاك قول انه اللي سمعناه مو صحيح. رح تتركنا وتروح استاذ؟ يا شباب انا رح بعد لفترة قصيرة عنكم، بعدين رح يجيكم استاذ غيري احسن مني. ما بدنا استاذ بدالك بنوب. يلا لشوف يلا. إذا خلصتوا هالمسرحية كل واحد على صفه، نحن بمدرسة هون، ما لنا بملعب. المدير معه حق يا شباب. بعدين أنا ما عم ودعكم، وإن شاء الله رح نرجع ونجتمع عن قريب، وبهالفترة إمتى ما حبيتوا فيكم تتصلوا فيني. موفق بشغلك أستاذ فرحات. لساتكم واقفين؟ يلا على صفوفكم. يلا امشوا شباب. لك شو هالضجة هي؟ ها؟ أنا عم بحكي معكم، عدوا محلاتكم. عايدة شو عم تعملي؟ وين رايحة؟ تعي 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 تعي. رايحة على الدكان خالي، ما طالعت صوت لأنك نايمة، بدي روح جيب كم شغلة مشان إذا جانا على الطريق. أنت قعدي أنا بجيب. شو هالحكي خالي، ما بيصير، أنا بدي روح جيبه منه بشم هوا. استني، أنت ما بتعرفي هالمنطقة هي. عم توجعي لي إيدي خالي. خالي هدول الرجال، أنت كذبتي علي، اتركيني بدي أمشي هلا. ساعدوني بترجاكم، ساعدوني معلم البنت، ساعدوني. اركض اركض، عم تهرب. رجائي لك يا أليف، اركض رجائي. سونيا سونيا. ايه ليتني اجيت. خدي الثانية من حضني. لا بس مو اكلة شي منها اسيل. يلا كلي لقمتين حبيبتي، يلا يلا. برافو اسيل، خليكي هيك عم تعذبينا. معك ما عم بفهم ليش عم تعاندينا. لك انا ما عم عاندكن، بس مالي جوعانة، ما جاي على بالي اكل ابدا. خدي يا سونيا. هاتي عنك انتي، روحي افتحي الباب. رح حطها هون بالكل خانة وبتشتهي تاكل. يعني كل يلي هون عم بيحاولوا يساعدوكي، وانتي عم تعملي كل شي بتقدري عليه بس حتى تعذبينا اسيل. انا ما طلبت اي شي منكن، قلتلكن اتركوني بحالي. مو لازم تكون بالمدرسة بهالوقت؟ اخذت اجازة على بين ما أسيل ترجع لوضعها الطبيعي، لأنه لازم كون جنبها. ما في داعي بنوب سليم، يا ريتك ما عملت هيك. هذا خياري إلي أسيل، بهالوضع وجودي جنبك هو خياري الأول. حتى إذا بدك فينا نرجع نعمل شي جديد. فكرت منيح بالموضوع سليم؟ بما أنه آخر مرة أنت يلي شلحته. قراري نهائي أسيل، ومثل ما قلت فينا نكمل من محل ما كنا وصلانين. أنت بتعرف الناس شو عم بيحكوا علي هلأ، مو؟ إنك ما بتحبني، هو إنك شفقانة علي وموجود جنبي لهالسبب. مو حابة ألبس الخاتم بالسر حتى يبين إنه كلامهم مزبوط. طيب لكن أنا رح أحكي مع أمي وبنعمل حفلة صغيرة بينات بعض. لا أنا مو هيك رأيي بنوب، بدي كل مين بيعرفنا يجي ويشوف كيف رح نلبسه للخاتم، وبدي يشوفوك إنك مبسوط. خلص بقى. ترك ايدي ولك. حاجتك لعي بقى وامشي معي، المعلم عم يستناكي. ترك ايدي. لك حاجتك بقى وليه؟ من غير شيء مانك لعي يعني كف. ماني رايحة معكم لمكان حتى لو بتقوصوني. ايه امشي معنا، يمكن هلا المعلم هو يلي رح يموتك. يلا تحرك. امشي. يلا. شو مني؟ امشي هلا. يلا. إليف. ولك. صباح الخير أستاذ، أنا كنت جاية لشوف أسيل. صباح نور سارة خانم. خير أنت منيح؟ كأنك شارد، شو الموضوع؟ لتكون أسيل كتير منيحة، بس طلع معك حق، كان لازم ارجع لبسها الخاتم. حكيت مع أسيل وهي وافقت. انبسطت كتير، ألف مبروك. أنا بتمنى لكم السعادة طول العمر.